الهوى لقد أتانا ما به نحن خداد بلا نستمسكم بحبله يوم القيامة هولا سراج مالك يا فوزا من جعل الإمام المعولا أرجو بجاه شيخنا الوصول يتفاجلا ونيل غفران الذي أوقعت منه خلنا وهم بنيات التي يمول من جهلا ومن عدا الميتاء يلقى ذلك المدمنا أسدى صلاة دائما على النبي ذي الطلا وآلي سهل الدجا المتقين الفقراء ما خلاص قل إلى قيد به يبذ الإله أيا ليان ليان أماتنا الله على دين النبي ذي الجلال ألا يا رسول الله كل وجملتي فإني في هذا الزمان غريب زمان أناس في إمادة بسنة ثم لو بشر فيه عيوب سيدي مالك لي أنا ينبغي كمان مالني واجب من الدين تخم خم ألا يا بني هذا الزمان دعوتكم لإحياء دين بالعلوم أجيب زمان أناس في إمادة بسنة فما لو بس العلم في عيون زمان بكوا من قبلهم كمراءنا جنيد كذا الجيل فهب نقي أين السفا إن الخراء مهور ميزان تعرف منه هما حويت من الأسواق والسعر